أمنية مغربية جنوبا نحو الصحراء. هدف المملكة إخراج عناصر جبهة البوليساريو من معبر الجرجرات الحدودي مع موريتانيا، ما يهدد هدنة ظلت قائمة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. الخارجية المغربية أكدت في بيان أن العملية الأمنية الجديدة تأتي بعد عرقلة أعضاء من الجبهة، حركة السير والتنقل التجاري على المعبر منذ منتصف أكتوبر الماضي. في حين قال بيان للجيش المغربي إن هدف العملية إنشاء حزام أمني من أجل تأمين مرور الأفراد وتدفق السلع عبر المنطقة العازلة للجرجرات، مؤكدا أنها غير هجومية ومن دون أي نية قتالية، مشددا على تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس وفق البيان. لكن المتحدثة باسم الجبهة كذبت البيانات المغربية، مؤكدة وقوع اشتباكات على المعبر الحدودي، متهمة الجانب المغربي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. التطورات الجديدة تهدد بإشعال فتيل أزمة خمدت لعقود، ربما تعيد أصوات الرصاص لتعكر هدوء الصحراء.